السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكل الناس في كل مكان في الدنيا، ويا رب الجميع بخير. النهاردة إن شاء الله يا جماعة معانا تليفون سامسونج جالاكسي جي 36. طبعا التليفونات بيبقى فيه أنواع من التليفونات بيكون فيها مشكلة. لو حضرتك عندك إيميل جوجل ونسيت الباسورد بتاعك، أو عملت إيميل تاني مختلف وجيت فرمطت التليفون بتاعك، ما بيطلبش منك إلا إنك تدخل الإيميل القديم أو أول إيميل تم تسجيله على الموبايل ده، ودي مشكلة كبيرة بتقابل ناس كتير، والتليفون بيتقفل ومحدش بيعرف يفتحه. النهارده ان شاء الله بعد فورمات الموبايل هنشوف ازاي نرجع التليفون تاني، ونشوف ازاي نقدر ان احنا نتخطى حماية او نتخطى حساب جوجل اكاونت، ونخش على نظام الاندرويد عادي جدا، مفيش اي مشكلة. لو لسه بتتابع الفيديو جديد، ياريت تعمل لي اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار على الموبايل بتاعك باي فيديو جديد ممكن انزله. ولو في اي تليفون معاك عليه حماية جوجل، ياريت لو جربت التجربة اللي انا هعملها قدامك والتليفون ما فتحش، اكتب لي بس في التعليقات نوع التليفون وانا هعمل لك شرح مخصص ليه. طيب اول حاجة التليفون اهو، احنا دلوقتي دخلنا على شاشة السيتنج بتاعت الموبايل، هنبدأ ان احنا نديله امر الفورمات وهنفرمت التليفون. كده احنا بدأنا ان احنا نفرمط الموبايل، هنقول له راستر التليفون، هيبدأ التليفون معانا يتفرمط وهيفتح عادي جدا. ادي نوع التليفون قدامنا، سامسونج جالاكسي جي 36. تمام، ده التليفون اللي هنتخطى فيه حماية جوجل اكاونت. ولو في تليفونات من اي نوع يا جماعة وانتم مش عارفين تفتحوا او تتخطوا حماية جوجل، ابعتولي على التعليقات وانا هرد عليكم بنفسي، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم شروحات وفيديوهات كتيره جدا بتتكلم عن الموضوع ده. طبعا التليفون هياخد بتاع دقيقه ولا دقيقتين علشان خاطر بس يقدر ان هو يعمل تسطيب للنظام بتاعه ويخش على نظام الاندرويد الجديد. طبعا هنا بعد ما التليفون فتح معايا بالشكل ده، هنختار اللغه بتاعه التليفون، هنخلي اللغة مثلا انجليش يونايتد ستيت، وهندوس على السهم الاصفر ده، هيبدأ ان هو يدخل معايا على الموبايل. لازم طبعا ندخل التليفون على شبكة واي فاي، هنبدأ ان احنا نختار الشبكة دي وهندخل باسورد الواي فاي. كده التليفون بدأ ان هو يعمل كونكت بالواي فاي، وهندوس على نيكست. تمام، بعد طبعا لما ندوس على نيكست وهندوس على نيكست تاني، هيبدأ ان هو يدخلني على الاكاونت بتاع جوجل، ان احنا لازم ندخل الاكاونت بتاع جوجل علشان نقدر نفتح التليفون. في الحالة دي تابع معايا الخطوات اللي جاية دي، عشان الخطوات دي مهمة جدا وهي دي اللي فيها كل حاجة. تمام، هنا التليفون طلب مني ان انا ادخل الايميل بتاع الجوجل الاساسي. طيب احنا المطلوب مننا ان احنا دلوقتي نخش على المتصفح. طبعا لو احنا دوسنا على اي حاجه هيظهر لنا طبعا الكيبورد بتاعتنا، ومش هنقدر ان احنا نخش على المتصفح من الكيبورد نهائي. في الحاله دي هندوس على زرار الهوم 3 مرات علشان خاطر نفعل اختيار اسمه تالك باك، هندوس عليه 3 مرات ورا بعض. كده انا فعلت خدمه التالك باك بتاعتنا. تمام، طبعا بعد ما فعلنا الاختيار ده هنيجي هنا، هتفتح لنا القايمه دي، هندوس على كلمه تولك باك سيتنج. بعد طبعا ما تفتح لنا الواجهه دي يا شباب، هنضغط على اختيار زرار الهوم 3 مرات تاني علشان نلغي التفعيل. بعد ما نلغي التفعيل بتاعتنا، هننزل هنا على الكلمة اللي قبل الأخيرة وهنضغط على الاختيار اللي قبل الأخير ده، وهنختار الإنترنت العادي.
بعد ما يفتح الانترنت العادي هنيجي هنا، احنا كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نخش على المتصفح علشان نحمل برامج معينة. هنضغط هنا على المتصفح ده وهنكتب حاجة اسمها VN روم، vnroom.net سبلاش ماي باس، vnroom.net سبلاش باي باس. هنختار الاختيار الاخير ده عليه، فهيبدأ يفتح لنا الموقع بالشكل اللي احنا هنشوفه ده. ده الموقع الصحيح. طيب عندنا اول حاجة هننزل اندرويد 5، وبعدين هننزل اندرويد 6، تمام، وهننزل تحت شوية هننزل الفي ار بي باي باس، وعندنا هنا برنامج الشورت كات ميكر، هننزل الشورت كات ميكر. طبعا كل البرامج دي هتعمل داونلود، هنسيبها لحد ما تخلص داونلود، وبعدين هندخل عليها. هنيجي هنا نختار الهيستوري، ومن الهيستوري هنختار كلمة داونلود هيستوري. طبعا ظهرت لنا البرامج اللي احنا حملناها، وطبعا في برامج لسه ما خلصتش تنزيل، لسه بتنزل. اول حاجة تمام يا شباب، احنا كده نزلنا البرامج اللي احنا هنستخدمها، اندرويد 6 جي اي ام واندرويد 5 جي اي ام. هنسطب الاثنين، بكده احنا قدرنا ان احنا نسطب البرامج اللي احنا عايزينها على التليفون عادي جدا وبشكل بسيط خالص. تمام، وهنسطب البرنامج ده. تمام، وهنخش على برنامج الشورت كات ميكر، هنبدأ ان احنا نسطبه. تمام، وهندوس هنا اوبن ان احنا نفتح البرنامج. طبعا بدأ البرنامج ان هو يفتح معايا. هنيجي هنا في السيرش هنكتب حاجة اسمها جوجل اكاونت، جوجل تمام جوجل اكاونت. هنختار هنا اول اختيار، وهنختار الاوبشن ده جوجل اكاونت مازنجر. هنختار اللي هو الاختيار اللي مكتوب عليه ايميل اند باسورد، هنضغط عليها، وهنضغط هنا اول واحدة، وهنضغط هنا، وهنضغط هنا، وهندوس اوكي. هيبدأ يفتح معايا الموبايل بالشكل العادي بتاعه. هنا بيطلب مني ان انا ادخل اي ايميل جوجل، يعني مش شرط يكون الايميل اللي هو كان مطلوب مني في البداية يا شباب، لا هو هنا بيطلب مني ان انا ادخل اي ايميل جوجل، بحيث ان انا اقدر ان انا بس اخش على واجهة نظام الموبايل، وبعد كده اقدر اغير الايميل عادي بالشكل الطبيعي من غير اي مشاكل. هنبدأ هنا نكتب ايميل، وهنضغط على نيكست. وبعد كده هندخل الباسورد عادي. طبعا انا وقفت الفيديو يا شباب لحد ما ادخل الباسورد، وبعد ما ندخل الباسورد هنبدأ ان احنا نخش على التليفون بالشكل العادي. بعد طبعا لما الرسالة دي جات لنا مرة تانية، انا كده انا يعتبر خلصت خلاص ودخلت الاكونت. هبدأ ارستر الموبايل معايا، هنرستر الموبايل بالشكل العادي خالص. هيفتح معايا بالشكل العادي من غير حماية جوجل ومن غير قفل التليفون.